السلام عليكم، صباح الخير، صباح الورد والياسمين، صباح البطبوط الصحي بالخميرة البلدية. جا رائع وزوين كما كتشوفوا، رطب محلول صحي، فيه شحال من حبوب ومن دقيقات متنوعة كما كتشوفوا. كيتحل كيتنفخ، كله تنفخ تبارك الله بحال بالون، جزوين مفشفش. المهم بغيتو تشوفوا الوصفة من الأول بالتفصيل، شوفوا الفيديو من الأول للآخر. مرحبا بكم وصباحكم مبروك. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي، مرحبا بكم. وإلا عجبكم فيديو، عجبتكم القناة، ما تبخلوش بالاشتراك واللايك وتخليوا لي تعليق، ومرحبا بكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يومية بدون جلوتين سونغوليتا. اليوم غندير معكم واحد الخلطة توحشي بطبوط يكون مخلط فيه كل شيء. المهم غنخلط كل شيء، الحبوب اللي عندي غادي نديرها معكم. هذه الذرة المهم غربلتها هنايا، كل حاجة غادي ندير منها شوية شوية، ولكن غير بغيت باش تعرفوا. نورمال غنهز ونحط، ولكن غيبقى جاني أسئلة شحال درتي. غادي نزيد عليه شوية ديال الخرطال، دقيق الخرطال، هانتوما ها معلقة، ها جوج معلقات دقيق ديال الخرطال، شفتو؟ بسم الله على بركة الله. ندير تقريبا واحد الكاس مع مرش ديال الميكس ا، الميكس المنزلي راني مشاركاه معكم. بغيت نخلي لكم الرابط، غنخلي لكم في صندوق الوصف هذا الميكس بلاتي، هذا ا، ها درت منه هذا الكاس. الميكس بي حتى هو ما كاملش، ها هو الميكس بي راني مشاركاه معكم. غادي ندير واحد المعلقه ديال دقيق الارز الاسمر، ها هو هذه معلقه كبيره. غندير معلقه ديال اللوبيا، دقيق اللوبيا راني مشاركاه معكم، ها هي معلقه. وغندير معلقه ديال الصوجة، ها هي معلقة ديال الصوجة، معلقة ديال إلان، معلقة تاني من الحبوب اللي مخلطين، حمص وعدس المهم حمص وعدس كما شفتوا. هاد المعلقه قلت لكم ديال الحمص والعدس، والحمص عدس ما عقلتش، المهم الحبوب بحال هكا والفول. وغادي ندير واحد المعلقه او جوج ها هما ديال شار ميكس بي. صافي كما شفتوا راه اقتصادي هاد الخبز، ان شاء الله غادي يجي. غادي نحرك هاد المكونات مزيان، نخلطهم، واخا غادي نخلطو في العجينه. غادي ندير ملح، ملح حسب الذوق، راكم عارفين كل واحد الملح ديالو. غادي ندير اختياريه سيم الزنتان، معلقه صغيره اختياريه، ما كنت عندي ونستعملها، ما عندكمش تقدروا تصغناو عليها او ديروا زريعه الكتان. وهنايا درت الخميره البلديه، غادي نعجنو ان شاء الله بالخميره البلديه، ها هي درتها دابا شي 3 ايام. يلا غادي نحيد منها التمر، غادي نزولو، ما زولتوش، كاين اللي كيزولو نهار الثاني. صافي الخميره البلديه راني مشاركاها معكم شحال من مره، درتها بدقيق الذره وشويه ديال سميتو ديال اللبن
وخلطتها بالماء ودرميت فيها واحد تميرة كبيرة ولا جوج تميرات صغار صافي، وغطيتها وخليتها في بلاصة مظلمة. هي هادي غادي نخويها هنايا كاملة. بغيتو تربيوها راني مشاركة معكم كيفاش تربيوها. غتزيدوا عليها الدقيق، غتخليه واحد شوية وتزيدوا عليه شوية تاع الدقيق والماء وتربيوها عاوتاني. ولكن انا دابا مربيتهاش حيت ما كنعجنش بزاف كما كنقول لكم. غادي نرمي واحد شويه ديال الحبوب اختياريين حتى هما، شويه السانوج والجلجلان صافي. غادي نخلط هاد المكونات. دابا درت كل شيء، بغيتو ديرو نتوما شويه السكر او شويه ديال العسل ممكن ديروه، انا ما غنديروش، ولا غادي ندير واحد شويه ستيفيا كيساعد على التخمير حتى هو. غادي ندير شويه هذا كبديل السكر صافي. غادي نبدا نخلط. ندير شوية بسم الله زيت زيتون او الزيت العادي تقريبا 2 معالق كبار. نحيد هادي ونكمل بيتي. صافي بعد ما خليته يرتاح شويه غير واحد ما كملش شي ربع ساعه مزيانه هاد القضيه باش ينشف باش تقدروا تكوروه اما خبز يا اما بطبوط. انا غنديرو بطبوط ان شاء الله. اذا درت هنا شويه الرز، اي حاجه عندكم الرز ولا الذره ولا اي حاجه بغيتو تقرصوا فيها. اذا دابا غناخد واحد شويه بسم الله بحال هكا قدر اللي بغيتو. وغادي نديرو هنا، ومن الاحسن ديرو بلاستيكه باش ما ينشفش حيت دابا انا دايره بالخميره البلديه. اذا غنخليه حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نطيبو. اذا من الاحسن يكون في بلاستيك، انا فرش هنايا بلاستيكه باش يبان معاكم باش ما ينشفش الماء. الا درنا زيف غادي ينشف الماء وما يبقاش فيه الماء. اوبس بحال هكا، حاولوا حيت راه جاري. وغادي نحطو هكا بلاستيكه ونقادو مزيان.
صافي، بعد ما كملت غطيته مزيان وخليته ليلة كاملة. دابا الصباح انا كنطلع عليه، شعلت المقلة وغادي نبدا نطيب. كما كنقول لكم دائما المقلة، المهم ماشي المقلة، البطبوط باش يتنفخ خاصو دائما دغيا ديروه وتقلبوه في ساع. كاينه طريقة اخرى وهي كتغطيو المقلة، كتغطيو البطبوطة. انا بجوجهم الحمد لله كيصدقوا معايا. المهم اللي ما كيصدقش معايا البطبوط كيتنفخ، كيقعد بحال البالون تبارك الله، باش يجي مفشفش ويجي رطب ويجي زوين. خاصكم في ساعة تقلبوه او ديروا الغطاء في الاول، حتى كما كتشوفوها هو بدا كيتنفخ. وريتكم الطرق بجوج، واللي عجبتكم ديروها. المهم هذا سر من نجاح البطبوط. صافي، كتبقي غدا على نفس الطريقه. انايا الاولى فطرت بيها، كنت مشاهياه البارح صدفه، مشيت عند واحد الصديقه ديالي وانايا نشوفهم حطوا البطبوط بالزبده مدهون. صافي جاب الله، كنت يلاه عجناه وخليته كيخمر. ايوا صبحت مشاهياه وهذيك بهذيك الطريقه، والحمد لله جرطوب وجزوين كيما شفتو، ودهنتو بالزبده البلديه. باش ما بغيتو نتوما تاكلوه الزبده البلديه ولا العسل ولا زيت العود، المهم لكم الاختيار. ما شهيتكمش فيه. المهم جلست فطرت، خديت قهوتي وفطرت وعاده كملت الباقي. تبارك الله خرجت كميه كثيره كيما شفتو، اقتصادي صحي بالخميره البلديه، جرائع. كنتمنى ان شاء الله تنتوما تجربوه وتنوعوا. كما كتشوفوا مره كندير عصريه، هذا بلدي صحي عروبي. كنتمنى تنتوما تجربوه ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم. هذا البخار من اللي كنقرب الكاميرا كيجي له البخار، سمحوا لي على الصورة. والسلام عليكم.